طيب نعلم هذا هو الكتاب المقدس، أنا أؤمن بكل وعوده الصالحة تأتي على حياتي، لا يوجد فيها تشويش، أنا جاهز كي أستقبل كلمة الإيمان التي تزرع فيها فتعطي ثمار 30، 60، و100. سوف أتغير بنعمة يسوع، سوف أتغير، أتغير بحسب قلبك يا رب، أتغير بحسب كلمتك، أتغير بحسب وعودك، أتغير بحسب خطتك لحياتي، أتغير بحسب الصليب، بحسب خطة الفداء، نكون على صورتك. أمين يا رب. في عالم خسر هيدي الصورة، منصلي يا رب أنك تعيد بناء هيدي الصورة في حياتنا قلبا وقالبا يا رب. اجعلنا سفراء المسيح على الأرض، اجعلنا سفراءك في هيدي الغربة، ما ننسى بأننا غرباء ونزلاء كآبائنا الذين سبقونا يا رب. منصلي أنك تفتح عيوننا على المدينة التي صانعها وبارئها الله، ليس لنا مدينة هنا باقية يا رب. افتح عيوننا على هيدي الحقيقة بأننا نزلاء سياح في هيدا العالم. من عالمنا يا رب؟ نحن سفراءك في أرض العدو، نصلي أن نكون محاربين، نكون عروسك على هيدي الأرض، أن نكون أشخاص نعكس صورتك وحقك في حياتنا وفي كلامنا يا رب وفي مواقفنا. باركنا وبارك كلمتك، واجعل كل نفس هيدي الليلة تسمع صوتك مهما كانت الحقيقة قاسية يا رب، أو كانت جارحة، أو كانت سيف ذي حدين. هيدي كلمتك يا رب، ساعدنا حتى نتقبل كلامك أنت وليس كلام إنسان. منصلي لأسيسنا أنك تشدده، تذكر صحته يا رب، تعطيه قوة وصحة باسم المسيح حتى يرجع يقف على هذا المنبر بكامل قوته وصحته وعافيته باسم المسيح. نعطي كل المجد. آمين. تفضل يا حبة. كورنثوس الأولى، رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح العاشر. كورنثوس الأولى 10، فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن أباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة، وجميعهم اجتازوا في البحر، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر، وجميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا، وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تبعتهم، والصخرة كانت المسيح. لكن بأكثرهم لم يسر الله لأنهم طرحوا في القفر. وهذه الأمور حدثت مثالا لنا حتى لا نكون نحن مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك. فلا تكونوا عبدة أوثان كما كان أناس منهم، كما هو مكتوب: جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. ولا نزني كما زنى أناس منهم فسقط في يوم واحد 23,000. ولا نجرب المسيح كما جرب أيضا أناس منهم فأهلكتهم الحيات. ولا تتذمروا كما تذمر أيضا أناس منهم فأهلكهم المهلك. فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. إذن من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط. لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل يجعل مع التجربة المنفى لتستطيعوا أن تحتملوا. لذلك أحبائي اهربوا من عبادة الأوثان. آمين آمين. مقطع غني كثير، غني جدا جدا.
بعدد 22 لكم هالأية صغيرة. أم نغير الرب ألعلنا أقوى منه؟ الشعب بالعهد القديم كان في وعد رائع ناطرهم. نعرف القصة أغلبيتنا، كانوا عبيد 400 سنة عبيد، محفورة فيهم حفر العبودية، صار عندهم نفس الفقر وصغر النفس والحقارة والدناءة، ما بقى يطلعوا بنفسهم بأي قيمة، إنه نحن أولاد إبراهيم ليش صار فينا. وبتعرفوا قليل لبل نادرين يلي كانوا إيشعين وعد الله لإبراهيم إنه ملوك رح يخرجوا من صلبك ونسلك رح يورث هيدي الأرض. بهيك حالة ما عادوا إشعوا لا الوعد ولا كلام الله ولا المستقبل الرائع اللي ناطرهم، صاروا عايشين بهالوضع لدرجة إنه من بعد ما الله طلعهم من مصر نعرف إنه نفسيتهم ما تغيرت، الذهن ما تجدد، مع إنه شافوا العجائب واختبروا العجائب وصار معهم عجائب، واللي شافوه نحن ما شفناه. شفت مرة سحابي لحقتك وين ما بتروح؟ بالليل عمود نار عم بيدفيك بالصحراء يلي بتوصل حرارتها لأربعين تحت الصفر وبتخليك تقشع على الطريق. شفت صخرة لحقتك من مطرح لمطرح، وكأنه هالمشهد بيذكرني بالكارتونز، كأنه صخرة إلى إجرين ولاحقها الشعب وين ما بيروحوا عطشوا الصخرة موجودة، كل ما بيعطشوا الصخرة موجودة. الكتاب بيقولك مش أنا، قال والصخرة تابعتهم. نحن بالمنطق تبعنا هلأ، نحن جيل 2016 ما منقبلها، ما منقبلها، لأنه منحاول نخضع منطق الله لمنطقنا، مش منطق البشر لمنطق الله. الله فوق المنطق مش ضد المنطق يا أحبة، بس نحن لأنه ما مرق معنا هيك شيء، ما صار معنا هيك أمور، بنحط عليه علامات استفهام، علامات علامات لحق علامات، مش معقولة، هل يستحيل على الرب شيء؟ وتأكد لك هالشغلة، كان كل ما الشعب يعطش شو كان الرب يقول لموسى؟ اضرب الصخرة، ما كان يقول له اضرب صخرة بالعربي، قال التعريف تفرق، اللي شوي بيعرف عربي بيفهم شو عم بحكي، لما قال له اضرب الصخرة ما في غيره، لأنه أول مرة قال له اضرب الصخرة الصخرة، ثاني مرة قال له كلم الصخرة نفس الصخرة. هلأ موسى قد ما الشعب عصبوه نرفزوه، مع أنه كان أكتر رجل حليم على كوكب الأرض وطلعوا له خلقه وطلع من تيابه بالآخر، ضرب الصخرة، يعني وصل لمرحلة فقد السيطرة على أعصابه. وما تقولوا يعني يوف نحن أحسن منه، لا، موسى أحد الأمثلة العظمى القدوة لحياتنا، صدقوني القلب اللي كان عنده إياه موسى رب يعطي لك الواحد منا، صدقوني. فتاني مرة لاحظوا قال له كلم الصخرة، ما تغيرت الصخرة بعده، قالت رب عم بيركزوا على نفس الصخرة، بس هي كانت رمز المسيح. من هيك بتأسف انه في كتار بيفكروا مثل ما بيقرأ بمتى 18 انه الصخرة هي بطرس. معقول الرب يأمن لا قصبي في مهب الريح يقول له أنت الصخرة؟ وما قال له أنت الصخرة، قال له أنت صخرة، وكلمة صخرة قلت قبله مرة معناتها صخر صغير، مش روش، مش روك، بيير، بيترا، يعني صغير، يعني واحد من الأساسات. من هيك هون الكتاب شو بيقول؟
قال والصخرة كانت المسيح. من هيك لما أعلن الرب هالإعلان لبطرس كان عم بيقول له الإيمان أني أنا يسوع المسيح ابن الله الحي اللي أنت أخذته على جبل التجلي من الآب، أنت سمعته، هيدا الصخرة، هيدا اللي رح يبني كنيستي عليه. بدي يبنيه على بطرس، وبعد شوي قال له اذهب عني يا شيطان. كيف شو عم بيلعب يويو يسوع؟ هلا بقول له انت الصخرة، بعدين بقول اذهب عني يا شيطان. لا، فالصخرة هي يسوع. اللي بدي اقوله، بيقول بولس، لاحظوا من اول ايه، قال اباءنا جميعهم تبوا كانوا تحت السحابة. اول شغلة كانوا تحت سحابة المجد، سحابة حضور الله. تعرفوا شو يعني؟ يعني لا تضربك الشمس في النهار. تعرفوا أنا من الأشخاص اللي بيحبوا بالصيف الغيوم، مش لما بتكون البلد معبقة، بحب الغيوم المقطعة، لأنه إذا بتلاحظوا بيكون الجو برود والشمس بتصير تروح وتجي تبين وتختفي، بس لما بتكون كل غيوم معبقة بيحبس الهواء، ما بيعود يلعب الهواء، بيصير في رطوبة. فتصوروا هالسحابة شو حلوة، سحابة حضور الله حامي الشعب من الشمس، وهذه بترمز لحضور الله. شعب اختبر حضور الله، قال جميعهم، يقدر انه كانوا بثلاثة ملايين تقديريا يعني. هلا ما نحسبها على الارقام وعلى ولد من هون بنت صغيرة من هون، هيدا نسيناه، هيدا لفيف اجا مع الشعب بعدين، لا ما له حدود يعني. فتصوروا شخص عم يرعى 3 ملايين نسمة، اجاده عن جد. نحن هون القسيس عم يرعى يمكن 200-300 واجاده. كيف واحد عم يرعى مدينة من ملايين النفوس، وكل واحد بعقل، كل واحد بكاركتير، كل واحد بمفهوم، كل واحد بخلفية، كل واحد بيستوعب غير عن الثاني، واحد بيفهمها بطة، واحد بيفهمها وزة، كل واحد شكل. مش عم بحكي عم بحكي جد، صدقوني مش مزح، بيبقى عم تحكي 4-5 كل واحد بيفهم شكل. حدا مارق فيها شي مرة؟ بكون عم بحكي لحالي أنا، كل واحد عم بيغني بالطحون، ما حدا سامعه. صدقوني هيك، انتو بتعرفوا اذا عيلة بيبقوا كذا شخص اخوة، كل واحد بيفهم على بيو شكل، بيبقى بيو مثلا عاطين وطية، نصيحة، ارشاد، طلب، كل واحد بيفهمها بطريقته، وبيتشارعوا وبيعملوا مشكل. البابا قالك، لا البابا قالك، صح؟ ليه؟ هيدا فهمها بطة، هيدا فهمها وزة، كل واحد شكل. فتصبر واحد 3 ملايين مخلوق جايين من الطين والعبودية والذل والعار والفقر والجوع والقهر والاحتقار، 400 سنة كل جيل بيخلق بيعرف نحن عبيد وخلف عبيد، وكل واحد عم بيخلف عبيد، لا في رئيس ولا في زعيم ولا في شعب، ما كانوا معتبرين حتى من الشعب المصري. بعرف الشعب المصري كان مشهور بالحكمة، لكن أي حكمة؟ هؤلاء كانوا ما تفتح تمك، الصوت برقبتك ما فيه. فجميعهم لما طلعوا من مصر كانوا تحت السحابة، صح؟ طبوا، وجميعهم اجتازوا في البحر، جميعهم البحر الأحمر. تعرفوا لما أجا فرعون بده يهجم عليهم، الرب خليهم هون، مرة حكيت عنها، يشوفوا التكتيك والحكمة الإلهية، كيف الله بيضرب عصفورين بحجر واحد. افتكروا هني انه اكلون المصاربة، شالون وشقفون. فتصوروا ما في بقى مخرج، قعدوا يفكروا كيف بدنا نطلع من هون. قالوا لموسى العدو خلفنا والبحر قدامنا، شو بنعمل؟ منموت غرق ولا منموت بالسيف؟
يعني عندنا وحدة بالموتين، يعني ما عندنا حل. لاحظتوا بلا نفسية؟ نحن أحيانا بنعمل مثلهم، تبقى مسكرة بوجنا من كل النواحي، من هون رح ناكلها ومن هون رح ناكلها. والحل ارفعوا عيونكم إلى العلاء لأن نجاتكم تقترب. إبليس يا أحبة أحيانا بيحط في راسنا أمور وارتنينا من الطبيعة العتيقة ومن أهالينا والمجتمع، إنه شفتوا فلان شو صار فيه، أكيد أنتوا وراه. هن هيك كانوا قالوا له طلعتنا من مصر، إنه ما في قبور هونيك، بدك موتنا بالقفر، هون منموت ميتة كلاب، ما حدا بيطلع فينا، جثث مكبوبة، شو بنعمل؟ منكب حالنا؟ قد ايه بدي اصبح؟ قد ايه واحد بده يصبح؟ ما كان في سبيحة مثل هلا. هلا بتعرفوا بروفيشنال السباحة، بس بهديك الايام ما كان فيها السبيحة. فقد ايه بده يصبح بحر؟ بالبحر الاحمر، والبحر الاحمر يرمز الى دم المسيح. قال اجتازوا في البحر، ورب كان عم يقصد يخليهم يجتازوا، بس إني ما كانوا قاشعين بعد هالمرحلة، قاشعين الموت. تعرفوا الرب شو قالوا لموسى؟ قالوا له شو عم تصرخ لي؟ يي كيف ما بدي اصرخ لك؟ ما رح نموت، انا رب الحياة وانا طلعتكم وانا قدوس وبار، رح خليكم تموتوا؟ لكن طلعتكم لبدكم تموتوا هون؟ بدي اقوله يا احبة، كنت عم بحكي انا ومرتي اليوم هالشغلة، بيبقى الحل موجود، الحل لكل مشكلة بحياتنا، بس نحن مش قاشعينه. بتعرفوا انا هيدي اخذت قاعدة بحياتي، بس كل فترة ربي علي لي العيار، بتبقى معود على شيء بس عم بتضيع شغلة، بتعرفوا تدربت عليها، بقول له يا رب عن جد انا ماني اشع، بس انت اشع عارف وينها، افتح عيوني عليها. قل لي هالشغلة وين؟ شغلة ما لها حل، قل لي الحل وين؟ أنا مش قاشع الحل، أنا شفتها مسكرة خلص ما في حل، بس أنا واثق عندك ما في شيء مستحيل. لا يستحيل عليك شيء، وصدقوني بلاقي الرب اتدخل، بيفتح عيوني على الموضوع بتفاجأ. بس تعرفوا شو بده؟ شخص يوثق فيه ويعرف كيف يحكيه. ياما صدقوني أمور الرب حلل لي اياها بالطريقه، قال له بالاخر خلص، والرب قادر. مره بالتسعينات تقريبا، اخر التسعينات، كنت اشتغل انا بالكتب مثل جورج، حاطط كنت بشنطه خصر جلد حاطط فيها كل غله الصيف، كان وقتها شيء 1,600,000 الصيفيه كلها، حطيتها بمطرح ونسيت، قلت انا بحطها بالمطرح لحتى ما ضيعها بعدين اذا عدتها باخدها. صدقوني شهور ما كنت لاقيها، انا قلت راحت. هنيك نهار بتربى تحيوني على شغلي، قال لي طلبت مني دلك عليها، صار عندي سلام. قلت له امين يا رب دلني عليها. صدقوني، وكان هذا المبلغ مش لإلي، للمؤسسات، بدي ارجع حاسب المؤسسات فيهم. بتعرفوا بينطروك باخر الصيف حتى ترجع لهم الامانه، شو بعت؟ تفضل هذا حسابك، شو باقي لك؟ تفضل. يعني في امانه. انا وعم صلي صدقوني كان عتم بالليل، كيف الرب قادني للمكان اللي انا حاططهم فيه وناسي ناسي ناسي، مش موجود كان بذاكرتي، يعني حتى بالذاكره مش موجود اني انا حطيتهم هونيك. كانوا بمطرح ما بيخطر على بال حدا يلاقي، وبالليل لقيتهم، مديت ايدي، بلشت بالليل هللويا هللويا لقيتهم، وفي وراء اسايب الكتب والاغراض اللي انا اخدها، فتعلمتها. فكان البحر قدامهم، لكن الله كمان كان قدامهم، الله ما كان تاركهم. قالوا لموسى شو في بايدك؟ قالوا شو في بايدي؟ عصاية. شو في بايدي؟ مد ايدك على بالعصاية على البحر، مد العصاية، مد ايديك على البحر يا موسى.
أنا أمرته سيكون. بعدها مرة أخيرة ولن ترى جيوش فرعون. شو عمل الرب؟ بنفس الوقت قطعن بالبحر الأحمر وبنفس الوقت غرق جيش فرعون بالبحر الأحمر. خليني لكم شغلة، فداء يسوع بنفس الوقت هو رائحة حياة لشعب الله، وبنفس الوقت هو رائحة موت لكل شخص رفض الفداء. كل شخص رفض الفداء على وقت الرحمة وطول الأنات، الله عطي فرصة للتوبة. الله يتأنى علينا لأنه لا يشاء، لا يشاء، لا يشاء أن يهلك أناس، بل أن يقبل الجميع، الجميع، الجميع بدون استثناء إلى التوبة. إلى التوبة، مش إلى الكنيسة، مش إلى الإيمان، إلى التوبة. بدك تغير طريقك 180 درجة، بدك ترجع عن شرورك وتتجه ليسوع اللي بغيرك. تبي في ديانات أخرى بتنادي بالتوبة بس يسوع مش موجود ليساعدها. فانتبه، ممكن تعمل مثلهم وتتوب، لكن إذا ما قبلت يسوع مش رح تولد من فوق، مش رح تولد تاني مرة، مش رح تتجدد بالروح القدس، مش رح تصير خليقة جديدة، رح تكون شخص تارك خطاياك وعيش بفراغ. لا بقى فيك تعيش بالعالم وتتمتع بالخطية، ولا فيك تتمتع بيسوع. ما قبلت النعمة، ما قبلت الفداء، ما قبلت اللي اشتراك بدمه، ما قبلت اللي بديك تعبر بالبحر الأحمر ببحر دمه، مع أنه نقطة من دمه، نقطة تطهرك من كل خطية. يسوع مش بيعجي رشك مثل المعمودية بالدم حتى تطهر، لا، دغري بيطهرك تصبح خليقة جديدة. فليك الشعب، فإذا جميعهم كانوا تحت السحابة، جميعهم استهزوا في البحر، جميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر. كمان مجد الله عمدهم، حضور الله اختبروا، اختبروا حضور لله، شيء مش طبيعي. وهيدا السحابة حميته الفترة من جيش فرعون، والنار بالليل كمان حميته من العدو، حميته. بس لاحظ شو عم بقول الكتاب، جميعهم. استثنى الكتاب حدا؟ أبدا، جميعهم، جميعهم كمان. وجميعهم الله تتعرفه يفتح يده فيشبع كل حي، كل حي رضا، مش البعض والبعض. نحن هون عم نحكي عن شعب الله، عم نحكي عن شعب الله. هو الله على الكل بيعطي، خليقته بيحبها، بيحبها، بس يلي حدقت عينه هني ولاده، هني ولاده. من هيك بقول من يمسكم يمس حدقة عيني. تعتقدوا الله كان رح يشوف يترك الشعب فرعون يقطش فيهم ويقتل فيهم بجيشه؟ شو هالمشهد الحلو، مثل ما هلأ مفتش على فلوم اللي فيها قتل وسسبانس، ما منشوفها نحن هيدي. فرجوني هيك فيلم، ما بقى حدا يفتش على فيلم نظيف فيه مغزى، فيه عبرة، فيه رسالة حلوة، في شيء بخليني اقرب من الرب، او بخليني اكون شخص احكم، اوعى، افهم. ابدا، كل اللي بدنا اياه سسبانس، نحس باثاره، تشويق، اعصابي كل الوقت موترة على الفيلم، بس شيء حلو كاني انا عايشها. هيك الرب بده اياك تعيش فكرك؟ عم تنسرق. انا بوقع فيها احيانا، ولادي بيحبوا هالاشياء، فاحيانا بضطر احضر معهم لحتى تابع شو عم يحضروا، وما يكون في اشياء يعني مش خارج، مش لايقه، لان ما رح يحضروا ولادي كل الوقت ليفت بيهايند وور روم وهولي جيسوس كرايست. ما مش بتعرفوا الولد ولد لو حكم بلد، يعني عطول بده اشياء جديده، فبتبعهم احيانا، فبتلاقي حالك كل وقت الفيلم عشو اعصابك عم تستهلكها، مش عارف ليه وانت قاعد، ما في اي سي داير، ضو مضوى، المعصير موجود، المي موجوده، بس ما كانك هولي كلهم عم بتتمتع فيهم، صاير مسروق بالفيلم. راقب حالك وعم تنسرق افكارك، الفكر الطاهر البريء
عم يتنجس صدقوني. فجميعهم اعتمدوا لموسى. وبتعرفوا نحن لما نقبل يسوع واحدة من الفرائض المطلوبة نتعمد، صح؟ من آمن واعتمد خلص، مش من اعتمد خلص. تبوا في ناس هيك بيفهموها، بيقروا من آمن واعتمد بس ما بيفهموها. شو بيفكروا؟ من اعتمد؟ لا يا أحبة، من آمن بي وإن مات فسيحيا. بمعنى من آمن بي مخلص لحياته واعتمد إعلانا عن إيمانه اللي أخده بيني وبينه وما حدا شاف هالإيمان اللي حطه فيه والتوبة اللي رجع لي فيها يخلص. فهمتوا الفكرة؟ فالمعمودية أنا أعلنت توبتي قدام العالم، قدام الإخوة، قدام الشياطين، وقدام الملائكة. أنا تبت يا جماعة، أنا أخذت قرار ما حدا أشعر. من هيك أنا تعمدت، من هيك أنا أعلن إيماني أنه أنا متت مع المسيح. أنا متت، أنا صرت بحياة جديدة. فاعتمدوا. كمان وجميعهم، كثير لفتت نظري هالكلمة، جميعهم، جميعهم، الكتاب ما استثنى حدا، 3 ملايين مخلوق اختبروا هالشيء. وجميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا، المن السماوي. مين منا أكل المن السماوي الحقيقي يلي نزل من آلاف السنين؟ ما حدا. بس رح أقرب لك إياها شوي. إذا حدا بيحب الكزبرة بتلي رح يعرف. مين بيحب الكزبرة؟ ما بعرف إذا قدي. أنا بكلها هيك مع الأكل. شو طيبة. في ناس ما بيحبوها. كزبرة تشبه البقدونس. قال طعمه كطعم الكزبرة. أنا أقولي بحب الكزبرة. قال أكيد أطيب. تصوروا نزل هالمن من السماء لمين؟ لجميع 3 ملايين. جميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا. الله ما استثنى حدا، كلهم أكلوا من نفس الطعام. وممنوع تخلي منه لتاني يوم، ممنوع. طازة، نحن بابا في أكل طازة. هلا الخضرة بتعرفوا اللي عم ناكلها منا طازة 100%. بتعرف أنت بتكون طازة لما بتقطفها من الأرض وبتاكلها. بس حتى هيدي اللي بتقطفها من الارض مين بيعرف اذا انت مش زرعه شو محطط لها؟ كيميائيات، فيتامينات، هرمونات، بكتيريات. الله بيعرف، لان الارض ما بقى تعطي قد ما شرب الدم. هيك الكتاب بيقول، قال الارض لما بتشرب كتير دم ما بقى تعطي، لان الله خلقها تشرب مي وتعطي فواكه وثمر مش دم. من هيك الأرض ما بقى تعطي للأسف، للأسف. فكلهم أكلوا نفس الطعام، ونحن هلأ كلنا بنتغذى على كلمة الله. وجدت كلامك فأكلته وهرهر منه. وجدت كلامك فأكلته، يعني الكتاب عم بيقول أنه كلمة الله هي طعامنا ولازم ناكله أكل. فأنا بدي أسأل كم واحد هون قاعد بلا أكل؟ كن صادق مع نفسك، كم واحد قاعد بلا أكل؟ روحيا عم بحكي، كتابيا قاعد بلا الكلمة، قاعد بلا الإنجيل، ما بيعرف شيء من الإنجيل. إذا بتسأله ما بيعرف عهد قديم ولا عهد جديد، إذا مت بالعهد القديم ولا بالعهد الجديد. شفت لي أحيانا عم تنغلب وبتوقع وبتضعف وبتفتر. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. لما بيجيك المجرب ما تقتله، ما بتعرف مع مين عم تحكي. انا علي دم المسيح، ما بتعرف شيء من كلام الله. سلاح الله الكامل، هيدا سلاحه. قاعد بلا سلاح وبدك تحارب ابليس؟ انا معقول تعبي راسك معرفي يلي بتكبر دماغك، بتصير ماشي براس كبير وجسم مش حاملك، وحدا يدقرك دغري بتوقع، بتوقع عليه بتكسره، بكون راسهم هيك. يا يستر، الله يستر، ما بتسترجي تحكيه. دغري بتصك ايات حافظ، بس هل هالايات نزلت على حياتك وقلبك واعضائك؟ صرت طبيعي كلك سوا،
ولا حامل راسك وعم بتهديك الوقت ما حدا يدق لي فيه، احسن ما يوقع عليه ويكسره. لا يا احبه، كلمه الله هي غذاء لحياتي، مش لعبي راسي معرفه وقصص. في قصص حلوه بس انا اتبارك، انا اتغذى، تعرف لما بتجيني التجربه اعمل مثل يسوع. لما تحارب يسوع بشو حارب ابليس؟ تتذكروا بالمكتوب، ما حاربه بشي تاني، ما قال له ما بتعرف مين عم تحكي، انا ابن الله الحي، انا اللي بدي اسحقك، انا المكتوب عني بتكوين 3:15 رح اسحق راسك. ما قال له هيك، ما هو كله عنده ياهون، ما قال له ياهون، شو قال له؟ مكتوب. كل تجربة مكتوب، ثلاث تجارب مكتوب، تركوا الشيطان ولو إلى حين، بس يئيس يئيس. حتى أغراب العالم كله قال له بعطيك ممالك العالم، لك الكذبة، برضو حاربوا بالمكتوب. صح؟ طيب انت وشو بك تحارب؟ ما إلك إلا المكتوب، المكتوب. ذكرت قصة أخبركم إياها قديما، سمعت وفاتت القلب حفر. باي بالحرب بلبنان حقيقية، اتسكرت بوجهه من كل النواحي، ولاده كانوا صغار، وفكر كيف بده يعيش هالعائلة. اجته سفرة، اجته سفرة، وفكر انه بهالسفرة بيسافر بيظبط حاله، وبيبلش يبعث لمرته شوية مال نتفي 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 تيدبروا حالهم، وقال له رح يموتوا جوع ويتبهدلوا. بيعمل حاله بيسافر، بغيب سنة، 2, 10, 15, 20 سنة مش معروف عنه شيء، قطعت اخباره. كبروا ولاده، العمر 5 صار 25 والعمر 10 صار 30، صح؟ كبروا. بعد سنين بيجيهم مكتوب من البي، بيفتح الباب بيطلع تبع البريد بيقول له هذا المكتوب لعلكم، بيطلع بابا قالوا لك مات، خلص نسينا او مات. بعت المكتوب، طوابع البول عليه منين، وفي التفاصيل من جوا. مسك المكتوب بلش يرقص، ماما خيي اخواتي البابا بعده طيب، بابا بعت لنا مكتوب شو حلو، البابا بعده طيب. حط المكتوب بالفيترينا ورايح جاي عم يتفرج على المكتوب، ما قالوا القلب يخزقه، ما قالوا القلب يفتحه، البابا بعت لنا مكتوب، فرحان واول مره بشوف هيك ورق بول. فرايح جاي يوم 2 جمعة 2 3 جماع 4 جماع شهر 2 وبيدق الباب، بيفتح بيلاقي رجال ختيار قدامه. قال له نعم، مين حضرتك؟ قال له انا بيك بابا. قال له كيف؟ قال له كيف؟ قال له ما وصلتوا للمكتوب؟ قال له بلا بلا. قال له وينه؟ قال له بالفيترينا. قال له بعت لك مكتوب بتحطه بالفيترينا؟ قال له ايه بابا انبسطت فيه كتير، حطيته بالفيترينا، تذكرت انه انت ما نسيتنا، انه افتكرت انه انت شلتنا من راسك او متت او رحت. قال له يا بابا واحد بيبعت لك مكتوب لحتى تخليه مثل ما هو. قال له خربت لي حياتي ودمرت حياتكم. قال له ليه؟ قال له ليه؟ قال له بعت كل شيء بملكه هنيك، كاتب لك بالمكتوب كل شيء انا قدرت صمته هنيك، كنت وفر ورقه البول اشتريها، والمغلف اشتريه، اقعد بلا اكل على اقل طعام لحتى وفر واجي عود عليكم الفقر اللي عشتوا فيه. صار عندي هونيكي بزنس حلو، فبالاخر قررت انا ليش تموت لحالي وانا كرمالكم عم بعمل. قلت لك بتلاقيني بالمطار نهار الفلاني، عندك حواله تشيك بالبنك الفلاني، بتروح بتجيبها، بتجيب كاميونات بتحمل البضاعة، بتستأجر مستودع بتحط البضاعة بالمستودع، وقال هالبضاعة بتفسد من الشتاء، وأنا جايب هالتاريخ
وبتقلي ليش ما بتحكي المكتوب؟ قال له أنا صرت ختيار. قال له هلأ بدنا ندفع البضاعة انتزعت، بدنا ندفع على المطار بالأرض تأخير والكاميونات يكبوها وراحت البضاعة وكل تعب اللي بعته هنيك راح ما بقى عندي شيء. شو فادني هالمكتوب اللي بعثت لك إيه؟ ما بعثها البي إذا راح بسكتي قلبية قصة حقيقية. عم تضحكوا؟ بس قصة حقيقية. جنة العيلة، جنة الأم، أم كبرت كمان وبعدها متأمل إنه يصير شيء. كل اللي بيملكوا بيعه راح بالمطار، فسد، شتت الدنيا، انتزعت البضاعة صارت للكب. أنا اللي بدي أقوله البضاعة ما راح تروح للكب هلأ، لأن المكتوب انبعت والله الآب هو اللي بعث المكتوب. بس نحن راح نروح كب إذا ما فتحنا هالمكتوب. بتأسف يا أحبة، بعرف مؤمنين سنين مش فاتحين كلمة الله. طب كيف بدك تعرف تحارب؟ كيف بدك تعرف اللي إلك واللي إلك؟ كيف بدك تعرف إذا أنت غريب ونزيل ومنك باقي بهالدنيا وما بتعرف أنت تيجي ورقة نعوتك؟ لكن عندك المدينة الباقية التي صانعها وبارئها الله، مثل ما كان إبراهيم ينظر. تعرفوا الله اللي عايش إبراهيم بالخيام؟ تعرفوا اللي عايشوا بالخيام؟ فما يحط قلبه على أساسات الدنيا الفانية. فقاله أنت نزيل، أنت غريب. قال كان ينظر إلى المدينة. لكن قديش كان نظره بعيد، قدي إيمانه التي صانعها وبارئها الله. شو هالإيمان؟ تعرفوا ليه نحن تعبانين؟ لأن ما بنعمل مثل إبراهيم. بدي وبدي 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 وبدي. نحن جيل بدي، ما منشبع، صدقوني ما منشبع. ونحن بعرض هلأ بأيام العروضات ما في أكتر منا، ما في أكتر منا. شو بدك فيه؟ ناسي إنك نزيل كأبائك؟ تبي لحالك كمان. وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا. الروح القدس رمز للروح القدس. كل واحد انختم بالروح القدس او لمس الروح القدس ده اللي مكتوب هون. هلا في احلى من هيك؟ لانهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم. تابعتهم شو هالصخرة المميزة؟ لحقتهم، قلبها عليهم. هولي بالصحراء كيف بدي اتركهم بلا مي؟ الرب عارفك عايش بالصحراء بأرض العدو، ما في مي حقيقية. مش عم بحكي مية الحنفية، مش عم بحكي مية الكباية، حتى هيدي هلأ قال لي وجود هلأ. عم بحكي روح الله. تعرفوا في كنايس صدقوني بتأسف أولى بحرقة، ما عم بيذوقوا حضور الروح القدس. تعودوا بس انه منيجي منتكس منسمع منرنم نرجع بيوت انبسطنا تعزينا وتي تي 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 مثل ما رحتي مثل ما جيتي. ليش؟ ليش؟ روح الله قادر يشبعك ويرويك ويخليك تشوف بعيون الله وتحس بقلب الله وتميز بفكر الله وتعمل أعمال الله. ويسوع قال الأعمال اللي أنا بعملها رح تعملوا أعظم منها لأني ماضي إلى أبي. إذا كنت ضمن مشيئتي، إذا كنت ضمن خطتي، مش بفتح حسابي ويا رب يا رب أعمل أعمل فتح حسابك شو بدي أعمل؟ شو هو خادم عندك ولا مرمطون؟ أنت خادم عنده. لما بتكون أنت عم تخدمه مثل ما هو بده شوف اللي ما بينشاف. بس لما بدك انت تمشي على ذوقك، بدي يا رب اعمل لي هاي واعمل لي هاي وهيدي هون وهيدي لازم، وقف 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 وقف. انت ترتقي فوق ما ينبغي ان ترتقي. قال ارتقي الى التعقل. بقول الكتاب قال مثل ما قسم الله لكل واحد، كل واحد عنده عطايا من الله، ما حدا مثل التاني منا وما حدا احسن من حدا. صدقوني جسدك بتستغني عن شيء منه؟ شغلي وحدي بس بتستغني؟ ما بتستغني إلا إذا عندك نقص معين. إذا عندك نقص
تعملها يمكن، بس تستغني عن أعضو من أعضائك، يمكن شعراتك تقرعهم ما لنا مشكلة، يمكن ها ما لنا مشكلة، يمكن ضفيرك تقصهم على الآخر ما تطولهم مثل العضيات، يمكن مش مشكلة، بس بتستغني عن منخارك، عن رموشك بتستغني، عن حواجبك بتستغني، عملك إلا إذا عندك نقص هو بتعملهم يمكن، بس بتستغني عن أصبعك ما بتستغني. المسيح ما بيستغني عنك، بس إذا أنت بدك تفتح عسابك شو بدي يعمل لك؟ نحن بننسأله الله خلقنا أحرار يا أحبة، قال أنا قلت أنكم آلهة وأبناء العلي تدعون. صوروا خلقنا بطريقة كأن آلهة، نحن مش آلهة، تبوا مش عم بحكي آلهة تعبد، أنا عم بحكي بطريقة خلقك حر، منك على الريموت كنترول، فيك تعمل اللي بدك إياه، فيك تزني بكتاب ذكر رح تشوفه والله، فيك تزني، فيك إذا بتفتح حسابك فيك، فيك تنق تذمروا، فيك فيك تفتح حسابك، عم قلك فيك تعمل اللي بدك إياه لأنك حر. فلاحظ أنت مخلوق بطريقة عجيبة، الحيوانات مش مثلنا، نحن خلقنا عصورته، الحيوانات معكم خبر بشوفونا كأن آلهة، بالنسبة له نحن آلهة كأننا، لأنه نحن نحكي منفكر منعمله منشله، لأنه ما بيعمله، لأنه ما بيفكروا بمستقبلهم كيف بدهم يتجوزوا ويعلموا أولادهم ويحطون بأحلى مدارس ويلبسون أحلى ثياب ويجيبولهم أصدقاء منيح، ما بيفكروا فيها هول الحيوانات، فهمتوني؟ من هيك لما بكون واحد عنده حيوان عم يقنيه، بالنسبة له هالحيوان كأنه إله، أنت من هيك بطيعك بيخضع لك بيسمع منك. طب كم بالحالة نحن لله؟ مش لازم نخضع له ونلحقه؟ اسمع، الرغم هولي كلهم جميعهم كانوا تحت السحابة، جميعهم اعتمدوا، جميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا، جميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، تمشي جميعهم، لكن بأكثرهم لم يصر الله، ما كانوا سبب فرحة لقلبه، وعمل معهم العجائب، قال لم يصر بهم الله. أنا بدي ليلة تسأل حالك، هل الله فرحان فيك؟ فرحان بحياتك الروحية؟ فرحان بقلبك؟ فرحان بأفكارك الله؟ ولا قلبه عم يبكي عليك؟ قال لأنهم طرحوا في القفر، كبهم بالصحراء، طرحوا، كلمة طرحوا يعني قتلة، تعرفوا قديه؟ 23,000 واحد ماتوا في القفر. طب كل اللي صار معهم ما عمل شيء فيهم؟ لا، تعرفوا ليه؟ حرين، حرين، نحن بدنا نعمل اللي بدنا اياه. وانت جاحد، اذا هيك انت جاحد، جاحد بالنعمه، وك عمل معك اللي ما بينعمل وبدك تعمل اللي براسك، ما تزرعه اياه تحصل، ومئة ضعف، مئة ضعف. لاحظ، قالوا هذه الأمور حدثت مثالا لنا، كل شيء بيصير مثال لنا، مثال، مش قصة حلوة خبرها لأولادنا هني وعم يكبروا، في قصص بتخوف، تصور تخبر ابنك بابا الرب قتل 23,000 واحد من شعبه، مش قصة خرج ولد، مش قصة، بس تتصور الله قديش وصل قلبه لمرحلة مقهور انه يبيد 23,000 مخلوق من شعبه. تعرف هذا شو بيقلنا؟ انه ما نفكر حالنا نحن محسوبين على الله، فالله مجبور فينا بغض النظر، انا معلش اذا عم بعمل هيك وعم بعمل هيك، لا، هو قدوس
هو قدوس يا أحبة، الرب بار وعادل، بار وعادل. الله قدوس، مش بتعمل اللي براسك، وما عليه الله قلبه كبير بيعطيك فرصة للتوبة. ايه انا اعطاني كتير فرص للتوبة، انا غلطت كتير بحياتي يا أحبة، حتى بعد ايماني زعلته كتير، طعنت قلبه كتير، قهرته كتير، بعدين وعيت ورجعت طلبت التوبة والسماح. ايه يا رب، وقلبه كبير. الكتاب بيقول بيوحنا ان اخطأنا لنا شفيع، مش متركين، بس مش ضل البيت على حسابي، لنا شفيع عند الله الآب يسوع المسيح شفيعك. يوجد وسيط واحد بين الله والناس، يسوع المسيح شفيع ووسيط. منك متروك، بس ما تقول انا عايش، انت ميت هيك، انت عم تحكم على حالك. لك كيف شو بيقول؟ قال حدثت مثالا لنا ليه؟ قال حتى لا نكون مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك. طيب شو هالشرور اللي اشتهوا يا أحبة؟ بيعوب بيقلنا وبيرسالة يوحنا، الشهوة بتولد خطية. ما تشتهي أمور مش لإلك، لا تشتهي مقتنى غيرك، لا تشتهي سلولير غيرك، لا تشتهي آيباد غيرك، لا تشتهي سيارة غيرك. ما بقى تثبت هلأ لا تشتهي حمار غيرك، ما بقى في حمير بهالبلد. ليه؟ بتضيع يمكن تلاقي ضيعتها في بغل، شوف في بغل رايح جاي ما في غيره. قال له لكن ما تشتهي شيء عند غيرك، ما تشتهي بيت غيرك، ما تشتهي الغسالة ولا الفرن ولا البراد ولا الفوتويات ولا التلفزيون ولو كان شاشته 50 على ما بعرف قديه. يا أحبة الله بيك، إذا عارف هالشيء إذا أنت بدك إياه وما بيضرك رح يعطيك إياه صدقوني، بس انتظر الرب واصبر له. وهذا اللي ما بدنا إياه، ما بدي أصبر أنا، ما بدي أنطر الرب. ليه بدي أنطر؟ أنا هلأ بدي إياها. تعرفوا هاي كلمة هلأ مين؟ لمين هاي؟ هاي للولاد الصغار. أنا هلأ بدي المنبونة هلأ. أنا بتعرفوا بشتغل أوتوكار عندي تلاميذ، لما بيجوا بالصف تأخذون على البيت بيجوا بدهم ياكلوا سوسات وتشيبس وساندويشات، بقول لهم لا مش هلأ رح يجوا الكبار، لا هلأ هلأ، بيضلوا ينقوا على راسي. هل تقول لهم إيه؟ ما بيقلوا، تقول لهم إيه؟ إذا ما بقول لهم إيه صدقوني نص ساعة جار 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 بدي أكل سوسات. هلأ ما تخليني عمو بس هلأ 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 هلأ. نحن نعمل مع الرب نفس الشيء؟ هيدي قلة ثقة، قلة ثقة، قلة ثقة. قال فلا تكونوا عبدة أوثان كما كان أناس منهم. عبدة أوثان وصلوا صاروا عبدة أوثان، هي فعليا صارت عبدوا العجل إذا بتتذكروا العجل الذهب، كانوا رح يعبدوا العجل لموسى بعد شوي لو كان معهم. ضمط موسى كان على الجبل مع الرب، كما هو مكتوب جالس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. بارتي، هيدي الشركة تبعيتهم. الكتاب بكولوسي شو بيقلنا؟ مش هيدي الشركة قال لازم تعملوها أكل وشرب ولعب. أنا مش عمول ألعاب بريئة، تفهموني غلط، هون عم يحكوا لعب يعني لحقلكم شو يعني. ولا نزني كما زنى أناس منهم. مثلا وصلت البارتي لهون، زنا وفحش فلتت، شفتوا صاروا عبدة لشو؟ عبدة لشهوات الجسد. طول ما انت قريب من الرب وتوبتك باستمرار حقيقية، كل ما بتغلط يا رب سامحني سامحني، رب رح يسامحك. بس اياك تقسي قلبك ويصير مثل طريق الضيعة اللي فيها بيطلعوا على الكروم، تبقى محجرة نبتة ما بتطلع عليها، تمشي عليها الدواب أو الناس، تبقى حواليها حشيش وهي محجرة. قال الخطيب، بقول كتاب العبرانيين، قال بتأسي قلوبنا هيك.
لما بتترك هالخطية ماشي الحال وهيدي ماشي الحال والدينونة، انتبهوا مش بس في خطايا الزنا، هو اللي يعني في ناس بيقعوا فيهم من ضعفهم كتير لما بيبعدوا عن الكنيسة وأجواء الكنيسة نظيفة والإخوة، فبيتجربوا لما بيبعدوا كتير، ممكن إذا ما عندهم هالعلاقة الحميمة مع الرب. بس ممكن توقع بخطايا الدينونة تصير على طول أصبعك هيك. بالدين غيرك وناس المورينا اللي بعينك، شايف القش اللي بعين خيك وأختك، ليش أنت ما فيك قشة؟ ولا فيك مورينا مليانة قش؟ تذكروا يا أحبة، لما أنا بدين غيري إذا أصبع هيدا عم بدل على خي وعلى أختي، في ثلاثة عم بدلوا علي، واحد اثنين ثلاثة، يعني ثلاثة أرباع المشكلة فيي. يعني أنا لما عم دين ما عاد عندي قلب يشفع بإخوتي ويصلي كرمال ضعف خي وأختي، كرمال إنه رب يرفعهم ويشيلهم هالمطب. قلب الرب مش هيك. إذا يسوع الديان قال لم آتي لكي أدين بل لكي أطلب وأخلص ما قد هلك، ليش أنت بدك الدين خيك؟ ليش بدك الدين أختك وخيك؟ ليه؟ وين قلب الرب الحنون الرحوم أنه أنا مات ما أنا بدي مين يرحمني إذا برحم غيرك؟ صح؟ قال فسقط منهم في يوم واحد، ضرب قاضي بيوم واحد 23 ألف ماتوا. بأي مقبرة بدون يدفنونه؟ بعرفوا شو 23 ألف؟ بيموتوا من الريحة. لعازر كان لحاله أربعة أيام، قالوا له أنت يعني قديش بعيد عن القبر، إذا رفعت الحجر رح نموت من الريحة، خلص بلش يتفكفك. أنت أنت يعني الدود بلش ياكله، هاتش يعني أنت ها معناته بلش الدود ياكله، بلش يتحلل خلاص. كيف 23 ألف؟ لكم بالنصيبة. نحن عنا بالبلد بالحرب اجت فترة قد ما جتها تترت صارت الكلاب تاكلون، تتذكروا؟ لحتى درجة الكلاب تعودوا على أكل البشر، بعد فترة صاروا هالكلاب يهجموا على الناس. حدا بيتذكر القصة؟ بالبلد انتوا يمكن زمطتوا منا في الداون تاون تحت، صدقوني صاروا الكلاب شرسين عم ياكلوا لحم ناي، شو بدوا القصبة ومعلاق وفشه وهبرة وموزات كله موجود، تعودوا فعم بيشوفوا الموزات طازة بعد ما تحللت يهجموا على الواحد. هيدا كان عقاب، عقاب صدقوني عقاب، لأنه بلدنا خرب كتير للأسف. ولا نجرب المسيح كما جرب أيضا أناس منهم فأهلكتهم الحياة. لما بلش ينقوا على موسى بلش ينقوا، بدون يشربوا عطشانين، ما في ماء ما في أكل، بعتوا الحياة سامة، حياة سامة، صوروا. الله بيعملها؟ ايه بيعملها. تعرفوا لمين بيعملها؟ للي بيستاهل. قال هل تقول الجبل لجابلها ماذا تفعل؟ ماذا تصنع؟ شو لك معه؟ إذا هو خالق هالبشر شايف هلأ لازم يخلص منهم، بيكون هو غلطان؟ ما هو شايبك. تفهموني وين؟ أنا ما أقول الله بلا قلب، يمكن أنت تطلع هيك لأنه قلبك خربان، بس الله لما بيشوف الشعب وصلوا لمرحلة خلاص ما بدهم يتغيروا، ما بدهم يتوبوا، ما بدهم يتراجعوا عن شرورهم، بدهم يضلوا مثل ما هني كانوا بمصر، ما بدك تتغير؟ قالوا يدك ثقلت علي نهار وليل، تحولت رطوبتي إلى يبوسة القيظ، قلبي نشف، روحي نشفت. تطلب الموت لنفسك أحيانا. لا تجرب المسيح. لاحظوا هالكلام من كم سنة؟
تتعرفوا المسيح من أيمتى معروف؟ من أيام موسى. قال لا نجرب المسيح مثل ما هن جربوه. ولا تتذمروا كما تذمر أناس منهم. فاش يعني ما تتذمروا؟ ما تنقوا. ما تنقوا. ما تنقوا. ما تنقوا. يعني قائين ما تنقوا. تعرفوا هيدي مشكلتنا؟ بتأسف أولى. صدقوني أكتر آفة هلأ ضاربة كنيسة المسيح نق. ما بقى يعجبون العجب. نق. ما حدا بيشكر على اللي عنده إياه. بدك الأفضل؟ الله صالح. بيك صالح. بس كون على الخط معه. قال لا أحد يكلل إن لم يجاهد قانونيا. يعني بدك توصل لحقك. من غير قانون ما بتوصل. باللوفك ما بتوصل. أحيانا بتفكر إنك ربحت. معركة بس ما ربحت الحرب. تربح معركة بس المهم تربح الحرب كلها. مش تربح جزء شغلة بعدين في حالك بعد عندك مطبي هون وباب هون وسد هون وخندق هون. ما تنقوا اشكروا. بقول لك تبقى اشكروا في كل شيء. كونوا مكتفين بما عندكم. مش عملك انا تحت حياتك. لازم توسع دايرتك. لازم أمور تحصل عليها. أمين. الرب ما بيقول لا. ما في باي بحب يضل ولاده محدودين. كم بالحرق إذا كان الله بيحب يباري. قال وأنتم أشرار بتعطوا ولادكم عطايا جيدة. كم بالحرق أبوكم. كم بالحرق أبوكم. ما نكون أحسن منه. منا أحسن من الله. نحن أشرار. نحن البشر أشرار. صدقوني أمام قداسته نحن أشرار. سامحوني لو مؤمنين ومتجددين. قدام براءته طيبته نحن أشرار. إذا بتشوف حالك قدام قداسته شرير صدقوني. أشعيا النبي من أعظم أنبياء العهد القديم بيسموا اللاهوتيين سفره الإنجيل الخامس بالإصحاح السادس لما شاف الرب قال ويلي لأني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين. لا يا أشعيا. قال لأن عيناي رأت الملك رب الجنود. لما بتشوفه رح تشوف حالك نجس وشرير. ساعتها ما بترضى تضل بوضعك ليك بتضل تلتجيله. تعرف بولس بآخر أيامه بطل يقول أنا رسول وأنا أصغر واحد بالرسل وأنا كأني لصقت اختارني وأنا دعاني. تعرفوا شو بيقول؟ أنا أول الخطاط. لما نضج وقربت أيامه على الآخر قال أنا أول الخطاط. هيدي الذروة وعي. مش معناته أنت منك قديس. لا مش هذا قصدي. بس عم نتباهى بهالألقاب ونحن عايشين بحالة مرتبة. طب وين غيرتك للرب؟ وين محبتك؟ وين النار اللي كانت والعاني فيك؟ وين غيرتك عن النفوس؟ وين؟ تعرفوا بدل الإصحاح؟ لكن شو بقول الكتاب؟ بولس بيقوله قال كونوا بلا عثرة لليهود ولليونانيين ولكنيسة الله. يعني كونوا للشعب يلي ما عرفوا المسيح يلي إجا كرمالون وخربوا. تعرفون هلأ عارفيني بعضون هلأ اليهود واني اكبر اثبات على وجود المسيح. ولليونانيين الامم يعني ما بيعرفوا الله ما بيعرفوا المسيح ولكنيسه الله. لاحظوا بلا عثره. ما تكون عثره. انت عم تكون عثره. قال كما انا ايضا ارضي الجميع في كل شيء غير طالب ما يوافق نفسي. وهيدي نحن ما بنقبلها. لا انا اكون مثل بولس. طب شو بجيب مضبوط شو بجيبك بس تسعى توصل لهون. ليش؟ قال ما يوافق بين الكثيرين أعمل ما يوافق الكثيرين لكي يخلصوا. شفتوا كان هدفه؟ تلي حواليه من يهود ومن يونانيين يخلصوا. يعني حاطت قدامه الخلاص. أنا بدي هول يخلصوا. هل هيدا هدفك؟ ولا هدفك مدينتك على الأرض هون بس؟
ملكوتك أنت؟ وين ملكوت الله بحياتك؟ وين يا حبيبي؟ وين؟ اللي وين؟ حاط نفسك بعد عندك نفس الغيرة تقعد بمحضر الله وتحكي الناس عن يسوعك وحبيبك، ولا راسك مليان أرقام وحسابات وشغل ومشاريع وخزانات وسيارات وبيوت وذهب وتياب؟ عيب، سامحوني اقول عيب، مش هيدا شعب الله. ناطرك جسد ممجد يا مسكين، ناطرك مركبات من نار تاخدك على السما، ناطرك جسد لا بيمرض لا بيموت ولا بيعل. ما تقلف جسدك هون، رح يهر مهما عملت فيه. مش عملك تتركه هلأ يهر، شوف حالك إذا فيك تحسن بمعدل طبيعي. بس في ناس عم يعبدوا أجسادهم، وهيدي الكتاب بيقولها بالكتاب، بيعبدوا الجسد. عم توصل لمرحلة ملكوتك الأرضي وبس يا خيي، ما عندك أمل لكن بالمدينة السماوية. لما بتشتغل بس على هون ملكوت، يعني مش عايش على المدينة، يعني ما لك رجاء، يعني عايش بلا آخر أنت. من هيك أرضي نفساني رح تكون غريب لما بتكون سماوي. مش عملك تعيش أنا مسطل، مش همك هالدنيا، بس ما يكون قلبك هون. كنزك وين؟ وين كنزك؟ اسأل نفسك الليلة، وين كنزي أنا؟ هل المدينة يلي رح يخدني عليها بتعرفه؟ هلأ إذا إجا الاختطاف بضمير صالح، كل واحد يسأل نفسه رح تخجل بمجيئه ولا لا؟ هيك الكتاب بيقول، قال لي ألا نخجل في مجيئه. معك خبر، يمكن هلأ يجي الاختطاف. عم بنهي أنا، إذا إجا هلأ الاختطاف هل مستعد؟ تعرفوا من سنتين ونص الرب دوقني الاختطاف وحكيتها بالكنيسة. المشهد اللي ما بيروح من بالي لما سمعت صوت البوق ولقيت حالي عم طير، ما كان حلم، صدقوني مش حلم، أحلام كتير حالمها ناسي، هيدا ما عم بيروح من راسي. أنا قلت إجا الاختطاف وعم بحكي الرب عادي، طلعت بإيدي ساعة ما فيه، قلت له انتهى الزمن يا رب؟ حتى كان في ساعة بإيدي، ما في ساعة، أنا بين بالساعة بالليل. انتهى زمن الأتعاب، عم طير، الدنيا تحتي عم تصغر، هللويا، فرح، صدقوني فرح. شفت السما نور مجد شي لا يعبر عنه، وشفت السما بتعرفوا شو مليانة؟ مش مؤمنين بشر، شجر بلح. رح تستغربوا، شجر بلح بلا شلوش، ما إلا شلوش، مقصوص شلوشة بالفراعة، صدقوني مروثة، بس النور والمجد اللي طالع منها أنا ما مش شايف بنته بحياتي، ما في يعبر. البلح نازل من عيونه نور ومجد، طلع فيه شيء مش طبيعي، الورق مش طبيعي، العنق مش طبيعي، طايرين. عم بقول له يا رب، طب ليش شايف المؤمنين شجر؟ تتذكروا الأعمى للرب أول ما فتح له عيونه شو شايف الناس؟ شجر. الصديق المؤمن المولود كالنخلة يزهو، مثل البلحة بيزهو بالصحراء. البلحة وين بتعيش؟ بالصحراء، ما في ماي بالصحراء. بس اللي رب فرجاني إياه، قال لي كل ولادي اللي منوا المشلشين رح يكونوا معي، المشلشين بهالدنيا مكمشين فيها رح يضلوا هون. حابة بتضل هون، مبروك عليك الدنيا المحروقة الملعونة، ملعونة الأرض بسببك، مش قالوا لآدم ولقايين ملعونة؟ بدك تعيش الملعونة، شوك وحسك تنبت لك حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها. هيدا بدك تعيش قرمانه حبيبي؟ نحن سفراء، نحن عنا زمن تنربح نفوس، كن بركة لجيراننا لأهلينا لأحبابنا تنجيبوا لنا يسوع، مش حتى بس تعيش لبطنك وتيابك وسيارتك وشكلك وعفشك وما بعرف شو وكل الحقل أبديت. خليني أقول لكم صدقوني صرت إشعة، مع أنه حلو تقنيا، بس صدقوني
نحن قادمين على نظام عالمي شيطاني. هيدا التليفون عم بيخلي كل الناس راسهم بالأرض. هلا اللي عم بيستخدموا للخدمة ربي بيركو مش غلط، بس صدقوني يوما عن يوم عم بيضايقوا على الناس شوي شوي، عم بيمسكوا الناس لدرجة العالم كله رح يمسك بنظام الوحش النبي الكذاب تيحكم العالم. فالنظام بس شوي شوي عم بيحطوا الطعم والسم بقلبه شوي شوي، نتفين عم بيسحبوا السنارة لا بالآخر يشلوك من الحياة. رب يعطينا حكمة كيف نستعمله، بس في ناس صاروا عبيد لقلو أبديت تليفون كل 6-7 أشهر تليفون جديد آمان ركود بروح مصرياتك على جهاز، ولاحظوا بيخربوا ما بيتصلحوا بالآخر كب. أنا عندي 5 بالبيت بالجارور 5 ما بينبيعوا. صدقوني هل بدك يجي الاختطاف وانت هون؟ يا ريت نوقف، يا ريت نوقف يا حبة. أنا ما عم أقول تخوفكن، عم بحكيكن أمام الله ما إلو علامات الاختطاف. إذا منك تايب وعاطي قلبك للمسيح ما رح تكون بالسماء، رح تكون بالضيقة العظيمة، بالضيقة العظيمة رح تكون بحكم الوحش. بدك تنوشم وما فيك تشتري وتبيع وتاكل إلا إذا عندك الوشم. وبلشوا فيه، بلشوا ينفذوه على الأرض، انتبهوا، بلش التنفيذ بلبنان 5 بلشوا فيه، عم بيعملوا عليهم اختبارات، بلشوا بالبرازيل على الطريق فرجونا إياهم عاملين خيمة ببلاش ببلاد، بلشوا يعملون للولاد من أول ما بيخلق الورد بحطوا له إياه. ليه؟ عم نحارب الإرهاب. نحن ضد الإرهاب، في إرهاب يلي ضد الإرهاب بحطه. ليك وقال الحجة والقانون لا يحمي المغفلين. كل ما كتب كتب لأجل تعليمنا، قال وإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. اللي بدي إلك هي الليلة ضبط علاقتك مع الرب، وقفنا ما بقى تطمع بهالدنيا، اطمع برضاه، اطمع بحبه، اطمع ببركته على حياتك، اطمع انه تشوف على وجهه ابتسامة عم بيطلع فيك، هذا بيرفع لي راسي، هذا هو ابني الحبيب. دانيال ايها الرجل المحبوب، قد حلو تسمع هالكلمة من الرب يقول لك انت بنتي المحبوبة، انت ابني الغالي على قلبي، مش انت ابني اللي جايب العار على اسمي. ياما بتسمع هيدا المؤمنين؟ اليوم انا رحت عم بشتري بنقوشة عرفتني مؤمن، بتعمل لي ايه هول بقول عن حال المؤمنين كذابين ومحتلين وما بينوثق فيهم فانصوا علينا يا ارض انشقي وبلعيني. شو بك تقول للناس؟ شو هالسمعة؟ تعجبوا الكتاب ليتجنب الاسم كل من يسمي اسم المسيح. قال اذا بتجيب اسم المسيح على لسانك قال اتجنب الخطية، هروب منا، بعود عنا، بعود عنا، اتجنب الاسم. إذا اسم المسيح عليك، إذا بعد ليلة ما اختبرت المسيح قل له ليلي يا رب ملوك على قلبي، توبني فأتوب. إذا حاسس في صعوبة توب قل له توبني، هيك ارمي يا صرخ له، خلصني فأخلص، اشفني فأشفى. يا ريت غمض عيوننا يا أحبة، غمض عيونك، صرخ للرب من قلبك قل له يا رب أنا ليلي بدي جدد عهدي معك، قل له أنا ليلي بدي أعطيك حياتي مضبوط، ما بدي ألعب كنيسة كنايس بيت بيوت. يا أحبة كنيسة المسيح هي عروسته، قال إجا تيحضرها نظيفة طاهرة ما فيها عيب ما فيها نقطة سودة ما فيها طعجة، بدها تكون طاهرة نقية. المرهبي مرهبي كجيش بقلوي، مرهبي إبليس ينرعب منا، مش يتمسخر علي ويضحك علي، صرنا مسخرة للعالم. يا أحبة قل له يا رب غيرني، غيرني، أنا بدي أعيش بشكر، بدي أعيش بحياة فيها ابتسامي على وجهك، بدي أعيش بأمل ورجاء أنك أنت تغيرني. أنا ما بدي أكون عبدة أوثان بهالعالم،
كل ما في العالم شهوة الجسد انتبه منه، شهوة العيون انتبه منه، تعظم المعيشة انتبه منه. نحن بهالأيام أكتر شيء وإحنا فيها من ألف سنة ذكرى يوحنا، تعي شوفها هلأ شو كان يشتهوا من زمان، بيت وأرض وجنينة، وين هلأ؟ وين بده بيته مدينة، كل شيء ببيته مدينة بده إياه، سوبر ماركت بالبيت، مول بالبيت، أوتيل بالبيت، شاليات بالبيت، بعد شيء بدنا طيارات بالبيت تحملنا الطيارة وفير مطرح لمطرح. تعرف ما عم يعملوها؟ أحلى حلم. قل له يا رب بدي أربح نفوس إلك. إياك تفكر رح تطلع على السماء وتاخد شيء إذا مش مطلع نفوس معك. فوق رح تقعد على الأرض برا. تبهوا مش كلهم بقصر الملك، مش كلهم منيح حد الملك، في الحاشية وفي بعدين الشعوب برا، رح تكون برا. إذا ما عندك نفوس ربحت للمسيح فوق بدك تبكي. مش هيك الكتاب بيقول سيمسح الله كل دمعة من عيونهم، رح تبكي فوق. خليني أقول لك مش مثل بكي هون، أكتر بكتير صدقوني، أكتر بكتير. يلي ضاقوا خبروا قالوا قد عمرهم كلهم اللي ضاقوا من قهر، حابب تنهر هالقهر فوق وتقهروا؟ ما نحن عم ننسى الله حساس، الله هو مصدر الإحساس والعاطفة. ليش تقهر الله؟ ليش تزعله؟ الناس من غير شيء عم تطعنوا كل يوم، نحن كمان. أمين. ربي يبارككم يا أحب.